ما يقال عند الخروج من المنزل. هذا أوه، ما بك يا صديقي؟ ده وقت للمزاح الآن. لم أتركه. عرفت ما تريد أيها الصديق الذكي. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. لكن ألم أخطئ في شيء مما قلت أيها الصديق؟ كلا يا صديقي، ليتك رأيت ما رأيت أنا. وماذا رأيت أيها الباب الفصيح؟ عليك، يكفيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ما شاء الله، إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ليس بعد أيها الصديق. أوه، فما بقي لديك يا عزيزي؟ أن تسمع ما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فقد قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط عليه الصلاة والسلام إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه.